عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اليوم غادي ننفذ واحد الطلب جديد اللي هو من عند الأخ سليمان الجوزي، اللي كيقول لنا علمنا كيف تعزف بطريقة هذه الرزم على مقام الكرد الجميلة. طبعا يا أخي سليمان، هاد الأغنية اللي طلب لنا عليها الأخ سليمان هي أغنية مازال مازال من شاب عقيل رحمة الله عليه. هي درنا واحد فيديو كما كتلاحظوا أنا والأخ حمزة اللي درنا لها كوفر ودرناها انسترومنتال. حمزة لعب الميلودي وانا لعبت ليزاكور. هما ليزاكور ماشي اوريجينال ديال الأغنية، بل انا غير تبعت حمزة ولعبت ليه ليزاكور، سيتادير دي شيفتريت ليزاكور مع الميلودي، وهاد ليزاكور هما اللي غادي نوريهم لكم اليوم. ويلا وتعلموا معانا التسويت. الوغ مازال مازال هاد الاغنيه فيها جوج حوايج، فيها الكوبلي وفيها الرفرا، كيتعاودوا جوج خطرات او ثلاث خطرات، واغنيه هاي سالات. نبدا لكم بالميلودي اللي هي سهله، غادي نلعبوها في الله. هو الاوريجينال انا ما عارفش فاش كتلعب، ولكن غنعطيها لكم اللي غتكون سهله في الله مينور. اوكي، الميلودي كتلعب على هذا الشكل. دونك هذا الكوبلي كيتعاود جوج خطرات. لو غوفران كيدير هادشي اللي كاين، وكيتعاود جوج خطرات، وكل شيء كيتعاود جوج او لا ثلاثه خطرات كيف ما قلت لكم. اوكي، الوغ لي زاكور تاع الكوبلي عندنا لا مينور، ما غنلعبوهاش هنا، غنلعبوها لا راي مينور، وكنمشيو الصول ابخي دو très fort, mi mineur, ré mineur et do. Hada le couplet كتعاود جوج خطرات. Donc le refrain من do كيمشي الفا. Après كاين mi mineur. كمشيو الري مينور. لي زاكور تاع الرفرا تا هما كيتعاودو جوج خطرات. هاد لي زاكور اللي عطيتكم دابا هما لي زاكور درتهم انا، حيت ما عارفش اكزاكتومون لي زاكور لوريجينال. انا سمعت لوريجينال ولكن ما بالوش ليا لي زاكور، كل واحد كيشرق والاخر كيغرب. الوغ دابا على طريقتي، هادي هو الدرس اليوم، طريقة ديالي اليوم غادي نحاول نلعبها لكم، شوية سهلة وشوية صعيبة، زيد عليها واحد شوية ديال الزاكور اللي هما جازي كيما طلب لنا الأخ سليمان. ألوغ الفيرسيون اللي درت لها أنا، ألوغ كنديروه بالتروازيام كنلعبوه، هذا هو اللي كيكمل لنا الميلودي. احنا مشينا ري مينور، هنا درنا
كيما لاحظتوا لي بوزيسيون فاش كنلعبهم كنلعب ديما لاكور اللي كيكون فيهم لي بوزيسيون مع هاد زوج سبعان حيت هما اللي كيلعبوا ليا الميلودي. Après. B mineur 7. Ré mineur 7. Do majeur 7. Alors les accords, on a peut-être un peu. Ré mineur, Sol, Do, Fa, Mi mineur, Ré mineur 7, Do majeur 7. Allez, Do majeur 7, non? Allez, bonne. اوكي دابا غادي نلعبوا الرفران. بقينا في الدو ماجور 7 غادي نديروا واحد الاكور اللي هو ماجيك باش نمشيو مازال مازال كي دابا البي. الوغ هنا غادي نديروا هنا دو 7 9 كيما كتعرفوا دو 7 9 عندنا دو دو ماجور 7 دو 7 دونك عندنا 9 هي الري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هو هذا ولكن انا لعبته هنا الوغ درت باش نمشيو الفا فا ماجور 7 البي هي الماجور ديال الفا. الو نعاودها لكم ابخي مينور 7 هنا كيما كتلاحظوا كنلعب سول سول هي بي مينور 7 غير هي ما كنلعبش البي الو هنا لاحظوا معايا شنو درت في لا مازال مازال ري مينور دو ماجور 7 دونك غنعاودها لكم كامله Thank you.
القضية سهلة. أكيد سهلة يا أخي سلمان، ولكن لابد تخدم بشوية بشوية. علاش؟ اليد اليسرى تلعب لباس على شكل أكتاف توم 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 توم، واليد اليمنى تلعب ليزاكور وتلعب الميلودي. وانتوما إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تضربوا لي على اللايك وتضربوا على سبسكرايب باش تديروا لي فيديو بحال هذا الشكل، يعني هاو تو بلاي. وفي هذه اللحظة كيسالي هذا الفيديو وكنودعكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.